كان يفترض بمدير ثانوية عمر بن خطاب أن يتواجد مع زملائه في حفل لجمعية متخرجي الجامعة العربية، لكنه تأخر، وبعد التفتيش عليه من قبل أصدقائه وجد متوفيا في ظروف غامضة. الحادثة أثارت بلبلة وعددا من الأسئلة حول طبيعة الحادث وعما إذا كان تعرض للقتل. القصة كتير غامضة وما كان في حدا بالمدرسة ولا حدا إجا على المدرسة ولا في وراء مبعثة. الحقيقة الأسباب كتير غامضة ما بنعرفها، والمدرسة مثل ما هي يعني، حتى مكتبه حتى مفاتيحه على طاولته ما حدا دائرون، وما كان في ناس بالمدرسة. أكشلي الساعة عم نحكي الساعة 6-7 بكرة، منه مضروب واقع، بده يكون واقع على الأرض، وهذا اللي هالصور المزعجة اللي الناس ما بتستحي تحطها، هذه الصورة المزعجة، ماشي مجروح رأسه شوي من الوقعة، بس لأنه مضروب ولا سكين ولا شيء أبدا. الدعوق استنكر الأقاويل والإشاعات التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، متمنيا الانتظار حتى جلاء الحقيقة. ووفق المعلومات، حضر الطبيب الشرعي فور وقوع الحادث، وفتح تحقيق من قبل الأجهزة الأمنية المختصة التي تحاول كشف ملابساته. أستاذ جنان من الناس اللي كل الناس بتحبه، كل واحد عرفه بحبه، اللي ما عرفه بحبه لأنه الناس بتحبه. مرافق جمعية المقاصد ستقفل يوم الاثنين، وسيصلى على جثمان شتات في جامع الخاشقجي بعد صلاة الظهر. يذكر أن المغدور وهو ابن 57 عاما كان قائدا في الكشاف ومديرا ناجحا. إلى ذلك تبقى الأسباب مجهولة وغامضة بانتظار انتهاء التحقيقات.